وصل وفد عماني برفقة قيادات حوثية إلى صنعاء يوم أمس على متن طائرة أقلعت من مسقط. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر ملاحي أن الوفد العماني سيبحث مع قادة ميليشيات الحوثي في صنعاء ترتيبات لإعلان قريب لتمديد الهدنة في اليمن وإحياء عملية السلام. كما أفادت المصادر بأن وفدا سعوديا وصل أيضا إلى صنعاء بعد ساعات من وصول الوفد العماني. دخلت إلى محطة الحاويات في ميناء عدن سفينة الحاويات EA بلو نايل فور وصولها ودون الانتظار في المخطاف، معلنة بذلك عودة نظام دخول ومغادرة السفن، حيث سيتم إجراء التفتيش في موانئ عدن والمكلا كما كان الوضع قبل بدء الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية. وتعتبر هذه أول سفينة تدخل ميناء عدن من دون تفتيش في ميناء جدة بالسعودية بعد متابعات حكومية طويلة بهذا الشأن. وكان وزير النقل قد وجه في تعميم إلى إدارة موانئ خليج عدن وموانئ البحر العربي بمنح تسهيلات وامتيازات جديدة للمستوردين عبر الموانئ في المناطق المحررة، منها دخول السفن مباشرة من كل الدول ودون تفتيش. قال المتحدث الرسمي باسم جبهات محور الضالع فؤاد جباري إن ميليشيات الحوثي تواصل تصعيدها العسكري في جبهات شمال الضالع. وأكد جباري أن الميليشيات شنت عددا من الهجمات بالطيران المسير على مواقع القوات الجنوبية باتجاه قطاعات حبيل يحيى شمال شرق مديرية الحشا والجب والفاخر شمال الضالع، ومشيرا إلى أن تصعيد الميليشيات يثبت عدم جديتها في الدخول بأي مفاوضات سلام. عثرت قوات الحزام الأمني على عبوة ناسفة ملقاة بالقرب من جولة المصعبين شرق مديرية دار سعد بالعاصمة عدن. وكشف مصدر عملياتي في حزام عدن أن دورية للقطاع الشرقي عثرت على العبوة داخل كيس بلاستيكي وبجانبه هاتف. وأضاف المصدر أن خبراء المتفجرات تمكنوا من تفكيك العبوة ونقلها لمقر القطاع، فيما فتحت قوات الحزام تحقيقا واسعا للبحث عن هوية الجناة. ختام هذا الموجز وشكرا لكم على كرم المتابعة.